الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: ثلاث أدعية لا تنسوها في السجود: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.